وأما ضرب السيدة زينب عليها السلام لرأسها بمقدمة المحمل، فبما أن زينب قد حازت من الصفات الحميدة ما لم يحزها بعد أمها أحد، حتى حق أن يقال هي الصديقة الصغرى، هي في الحجاب والعفاف فريدة، وفي الصبر والثبات والتقوى وقوة الإيمان وحيدة، وفي الفصاحة والبلاغة كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام. ولو قلنا بعصمتها لم يكن لأحد أن ينكر أن كان عارفا بأحوالها في الطف وما بعده، كيف ولولا ذلك ما حملها الحسين عليه السلام مقدارا من ثقل الإمامة أيام مرض السجاد عليه السلام، ولما أنابها السجاد عليه السلام نيابة خاصة في بيان الأحكام وجملة أخرى من آثار الولاية، كما في خبر رواه الصدوق في إكمال الدين والشيخ في كتاب الغيبة مسندا عن أحمد بن إبراهيم. فنفس فعلها دليل الجواز، سيما مع تقرير الإمام السجاد عليه السلام.